على شابة فلسطينية عمرها 19 سنة جمعت بين النجاح والتفوق في الدراسة والمهارات الضرورية لحياة عملية ناجحة. على الرغم من صغر سنها هاني إلا أنها قدرت تتميز وتشتغل على نفسها وتبدع جوا المدرسة وخارجها. خلينا نشوف. ياسمين اليوسف. ياسمين بنت فلسطينية مولودة وعايشة كل حياتها بالدنمارك. تخرجت مؤخراً من الثانوية العامة واجتازت برنامج الفحص الفني العالمي HTX بأعلى معدل ممكن بالدنمارك. طالبة متفوقة وأكتف جداً داخل وخارج المدرسة. فازت بأكثر من جائزة وطنية بمسابقات علمية ومثلت الدنمارك بمنافسات دولية. وهي أيضاً متطوعة بعدة منظمات لتحفيز الطلاب وتشجيعهم على الدراسة بالخارج. بتطمح ياسمين لدراسة الطب والتخصص بجراحة القلب والصدر وبتعشق الرياضيات وبتعمل حالياً ياسمين على إنشاء شركة بتساعد الطلاب لإتقان هالمادة. ياسمين بتحب تمارس رياضة الجري وأكملت حوالي 22 ماراثون وبتأمل توصل للماراثون رقم 100. ياسمين وفور تخرجها من المدرسة حصلت على وظيفة بإحدى مستشفيات كوبنهاغن يلي رح تعمل فيها لمدة 6 شهور على الأقل قبل التحاقها بالجامعة بالدنمارك أو بالخارج. أهلا بياسمين، رح فيها معنا من دنمارك من خلال سكايب. حياك الله يا ياسمين. صباح الخير ياسمين. ألف مبروك ما شاء الله هذا النجاح. ألف مبروك. تفوق. يسلم كثير، شكرا كثير على الاستضافة. ياسمين، يعني بداية حابين نسألك كيف ما شاء الله قادرة تجمع بين النجاح والتفوق في المدرسة وكل هذه الأنشطة والتطوع ما شاء الله؟ الحقيقة بالنسبة لإلي ما بتوقع أنه كثير أنه أدي كمية الوقت، بس هو نوعية الوقت. أنه أنا كثير بحب أنه أستفيد كثير من وقتي، عشان إذا في شغلة واحدة لحد ما بقدر يرجع يكسبها فهو الوقت. فأنه أنا كتير إنه كل الوقت مثلاً بعمل بلان هيك، فهذا الشيء بخلي الواحد يقدر يكون أكثر بكتير بروتكتيف، عشان بتوقع كل الناس يعني بتعرف هذا الشيء إنه بنقدر مثلاً بنكون قاعدين بالتخت وبعدين عم نطلع على السوشيال ميديا وبعدين بكون مر 3 ساعات والحقيقة في عنا مهمة بدنا نعملها ومثلاً مر 3 ساعات والحقيقة فينا بس نحن نستخدم ساعة واحدة عشان نعملها. فيعني أنت اللي بتقولي إن أنت تحب تستثمر وقتك وأهم شيء إنك تنظم الوقت، صح؟ إيه صحيح، عشان نحن كتير يعني بنضيع وقتنا الحقيقة. فإذا يعني نحن بنفسنا بس بنقول لحالنا مثلا معكو ساعة لهي المهمة محل ما نعم. فهذا الشيء بساعد يعني. ياسمين، دائما الإنسان والطالب يحتاج حافز وطاقة إيجابية، بالنسبة لك من يعطيك يعني هذه الطاقة وهذه الحوافز اللي تخليك مستمرة ما شاء الله وبهذا النشاط؟ أنا بالنسبة لإلي بتوقع الشيء اللي بعطيني أنا الطاقة هو أول شيء إنه الواحد يكون عم بيعمل شيء الواحد بحبه. أنا كل الوقت بحب إنه أتعلم أشياء جديدة، فأنا إنه بنبسط أول ما أكون عم بدرس أول ما عم بشترك بمسابقات لو ربحت لو لا. بس كمان أكيد إنه في أوقات صعبة وهيك، فإنه بهي الطريقة كثير منيح راح يكون عنده عائلة بتساعده وأصدقاء مناح ومايند سيت. يعني المايند سيت كثير مهم، بس الواحد نفسه بيقول لحاله. فإنه كومبينيشن من كثير أشياء. طب توقعت إنك تجمع ما شاء الله أعلى معدل ممكن في اختبار الثانوية العامة؟ الحقيقة لا، ما كنتش متوقعة. كنت متوقعة أنه أخذ علامات منيحة، عشان إذا الواحد أنه بدرس كثير وهيك، فإنه مثلاً بعت أولوية للمدرسة على النوم مثلاً، أو إذا الواحد بيبقى بالمدرسة بعد ما رفقاته كنوا راحوا على البيت، أو الواحد بيستخدم كثير وقت على الدراسة، فأكيد الواحد بقى يأخذ علامات منيحة. بس متوقعة أنه إذا الواحد ما بده يأخذ أنه علامة واحدة مس علامة كاملة، فهذا الشيء كمان بتوقع بيحتاج شوي صغيرة إنه شوية صغيرة حظ كمان. ياسمين، عرفنا إنه أنت حابة تدرسين طب، لو تخبرين عن الإنجاز اللي ودك تحققينه في هذا المجال. صح، أنا كثير حابة أدرس طب وحابة أتخصص بجراحة قلب، عشان أنا بحب إنه أساعد أكثر ناس بقدرة. فإنه طموحي يعني اللي شوية بعيدة هي أكثر إنه أنا حابة أضيف شيء لعلم الطب. مثلا الواحد يساعد انه يضيف شيء للبحث او شيء لانه الواحد طرق جديده الواحد يعالج امراض، هذا شيء كثير بتوقع. احنا نتمنى لك كل التوفيق ياسمين، من جد جدا 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 فخورين فيكي، وانا اتمنى يعني بنت تكبر وتصير زيك حقيقي. يعني ما شاء الله عليكي، برافو عليكي، ودائما من نجاح لنجاح ان شاء الله.